السلام عليكم، صباح الخير البنات، صبحوا تربحوا خواتاتي بالخير وما كنتمناو. واش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى دائما كنقول لكم مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. وصفتنا اليوم غزاله يا البنات، الاخوات اللي دائما عندهم مشكل، يعني ديال هذيك يعانيوا من المشكل ديال التجاعيد كتخرج لهم والبقع الداكنه والكلف ومع الحراره والطيام، وفي هذا الصيف كتزيد، يعني كي نقولوا كتزيد تخرج لهم هذاك الطبايع. ها هي اختي وصفه غزاله، وشكون فيكم البنات اللي باقيه يعني ما جرباتش او لا ما طبقاتش هذه الوصفه ديال الحمص البنات؟ ماشي الحمص اللي كيكون غبره وكيكون يعني يابس ومطحون، لا، الحمص اللي كيكون فازق البنات وكنطحنوه شي حاجه غزاله البنات. وتهلاو فروسكم مع هاد الحراره وهذا الصيف، ما تهملوش الوجه ديالكم. الوصفات الطبيعيه ولا وهذا والليكرون يعني الواقي الشمسي ما تخلاوش عليه يا البنات، وتهلاو فروسكم وتهلاو في صحتكم وتهلاو في الوجه ديالكم. دائما كي كنقول لكم الا ما تهليتوش نتوما فروسكم راه ما كاينش اللي غادي يجي يتهلا فيك انت اولا براسك، وانت اللي تهتمي براسك. يلا البنات ما نطولش عليكم واجي نعرفوا الوصفه ديالنا شنو عندنا فيها اليوم. ساهله البنات، مكونات غير من الكوزينه ساهله وشي حاجه اللي هي روعه. هانتوما البنات اول حاجه عندي هنايا الحمص البنات، كنفزقوه يعني كيفزق هكا واحد الليله اولا 6 ديال السوايع ولا المهم على حسب. المهم الحمص فازق ومطحون يعني مرطب، كي كنقولوا ها هو مرطب ومطحون. هانتوما البنات انا طحنتهم غير في هاد، نوريكم باش كلشي يكون واضح. هانتوما راه طحنت انا غير في هاد الطحانه هادي دغيا، راه كيطحن بسهوله البنات. ها هو خواتاتي الحمص اللي كنفزقو وكنهزو نحيدو من داك الماء وكنطحنوه. المهم اول مكون عندي هنايا وهو الحمص، ثاني مكون البنات اللي غنضيفو له وهي الحلبه البنات. الحلبه جيبوها حبوبه البنات لداركم ومسحوها من الغبره وطحنوها على اليد ديالكم، ما تديوهاش مطحونه من عند العطاره ولا من عند العشابه، ما عاد الا كنتي كتعرفي شي عشاب يعني كتقدري عليه وعارفه. هانتوما البنات الحلبه غنديرو هي واحد شويه ماشي بزاف، واحد هكا ما وصلش نص معلقه صغيره. والحلبه البنات راه معروفه انها هي كتقضي لنا على دوك التجاعيد الرقيقه وديك الشيخوخه المبكره. الا بقيتو كديروا الحلبه دائما راه هذاك التجاعيد راه ما غاديش يخرجوا لكم يعني في واحد الوقيته اللي ماشي ديالهم. صافي البنات حنا غادي نضيفوا المكون الثالث وهو يعني الحليب غبره اولا الحليب نيدو كي كنقولوا. واخا واحد البنت قالت لي ما تبقاش كتذكري الاسامي يعني ديال المنتوجات، راه زعما كيربحوا معاك وداكشي. اختي الله يسهل على الجميع، الله يشيل من عندي انايا، الله يربح كاع العباد، الله يربح الجميع، كلشي يربح ان شاء الله وكلشي يصلح وكلشي يفلح. فين حنا عندنا المشكل اختي؟ الله يسهل على عباد الله كاملين. وشكرا جيتي من جهتي، شكرا بزاف، الله يجازيك بالخير يا اختي. وشحال فيا ديال الهضره وما كنسكتش كنطول عليكم، غير سمحوا لي الغزالات دياولي هاكا كنت وحدايا وتشوفوا شحال كنهضر، وهي سمحوا لي وقبلوا عليا. هانتوما البنات المكون الاخر اللي غادي نضيف وهي المايزينا. هانتوما البنات المايزينا راه معروفه البنات كتبيض لينا البشره ديالنا وكتجبد لينا البشره حتى هي. دابا باش غادي نجمعوا البنات هاد المكونات هادو اللي درت هنايا، يعني درت الحمص، درت الحلبه، درت حليب نيدو، ودرت المايزينا اولا نشا الدوره كي كيقولوا. دابا البنات غادي نجمعوا هاد الشيء باللبن البنات، واللبن راه غزاله البنات حيت هو كيحتوي على ديك الماده الحمضيه كيصفي لينا البشره. هانتوما البنات غادي نجمع هنا هاد مكونات، انا نقطع البنات هي نخلط ونرجع. هانتوما البنات كنخلطو مزيان حتى كتندمج لي هذيك العناصر. وبالنسبه لخواتاتي على التطبيق ديال البشره، دائما كي كنقول لكم الوجه يكون مغسول بالماء والصابون وكنشفو يعني غير بواحد الورق هكا ولا كنخليوه حتى كينشف، كتطبقوا على هذه الوصفه هذه على الوجه ديالكم، على العنيق، على اليديات، على الرجيلات، كتخليوه حتى كيبس وتقوميوه بحال هكا كي كنقوميو عادي. اولا اللي ما عندهاش مع داك، انا في الصراحه ما تنقوميش البنات، عندي البشره ديالي حساسه ما كنقوميش، كنخليه ربع ساعه اولا ثلث ساعه اولا نص ساعه وكنغسل غير الماء هكا، كنبقى نرش نرش بالماء صافي، ودياتي كنطلق عليهم الماء ورجليا صافي، وكنغسل عادي. ومورا كل وصفه طبيعيه ضروري من الكريم ديال الترطيب ما تخطاوش البنات من الدار ديالكم، ما تخطاوش من الوصفات ديالكم. وان شاء الله الفيديو يعجبكم وكثرت البنات، ما كتعجبني هذه الوصفه هذه وعجبتني وعطاتني نتيجه وحسيت بواحد اللمعه في البشره ديالي غزاله كتهبل. المهم انا بغيت نشاركها معكم، ودائما كنشارك معكم غير الوصفات الساهلين. واللي عجبو الفيديو شكرا بزاف، واللي ما عجبوش حتى هو شكرا بزاف، لحقاش حنا هذه القنوات كنقدموا وصفات، المهم غير يكونوا وصفات زوينين ومعقولين
ماشي حنا ما كنانسيستوش على عباد الله نعجبوه ولا ما نعجبوهمش. شكرا لكم بزاف، وشكرا للجامع، والله يسهل على العباد كاملين ان شاء الله يا ربي، كل شيء يسهل عليه سيدي ربي وكل شيء يكون فرحان. وكنقول لكم وصلنا نهايه الفيديو، ومع السلامه.